وصل إلى مملكة البحرين اليوم معالي السيد حمزة عبدي بري رئيس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي معاليه السفير خليل يعقوب الخياط رئيس بعثة الشرف والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.